بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف كابتن طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا النهارده هنا في اخبار اون تايم كالعاده. أهلا بيك يا شيماء، ازي صحتك؟ منورنا يا الحمد كابتن لله، كالعادة، وأكيد نور طبعا الدكتور. عايزين نتكلم عن منتخبنا الوطني الأول، ويمكن قائمة منتخبنا. منتخب مصر شهدت تواجد 8 لعيبة من النادي الأهلي: الشناوي، أكرم توفيق، متولي، حمدي فتحي، أفشة، طاهر، محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، وكمان محمد شريف، وكمان في 7 لعيبة من نادي الزمالك: عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، إمام عاشور، عمر، عماد السيسي، وكمان أحمد سيد زيزو. شايف القائمة دي ازاي اللي تم اختيارها من قبل المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول روي فيتوريا؟ والله هي دايما اي قائمه منتخب بتبقى راجعه لوجهه نظر المدرب والجهاز المعاون بتاعه اللي بيتابع ماتشات الدوري الفتره اللي فاتت. فهي الماتشات ما كانتش كتيره، يعني اعتقد 4 فريق 3 جولات فقط، صحيح. يعني في ناس لعبت 4 في ناس لعبت 3. بتبقى الامور فيها وجهات نظر بحته للجهاز الفني. هو متابع جيد للمباريات اكيد، هو وجهاز المعاون بيوزع الجهاز المعاون على بعض الماتشات، وهو بيتفرج على بعض الماتشات ومن خلالها بيقدر يحدد الـ 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 الاماكن اللي هو محتاجها صحيح. طبقا لرؤيته الفنيه ورؤيه الجهاز المعاون. أكيد. احنا عندنا مشكله شويه في حته السترايكر، لان معظم الفراوده اللي بيلعبوا اجانب، يعني بعض في الانديه يعني الدوري المصري ممتاز، صحيح. الدوري. الاعتماد دايما فبالتالي بيكون على فراودة من أفريقيا أو أجانب بشكل عام. بالظبط يبقى الاعتماد على الفراوده الاجانب بشكل كبير والافارقه طبعا، وبالتالي بتلاقي موضوع الفاروق دايما باستمرار غياب محمد صلاح بيبقى فيه مشكله، غياب صحيح. مثلا اللعيبه المحترفين، وبالتالي بتلاقي القايمه زي ما انت شايفاها كده، دول افضل لعيبه من وجهه نظر الراجل، وما علينا ان احنا نشوف القصه في الماتشات اللي جايه صحيح وربنا يسهل ان شاء الله باذن. اهم صحيح. شيء اهم شيء مسانده الاعلام، مسانده والدعم الناس، دي أكيد، بلد مصر، دي بلدنا. تقديم الدعم الكامل اكيد لمنتخبنا الوطني. ولكن خليني برضو اسال حضرتك عن بعض الاختيارات اللي يمكن يعني كانت اثارت بعض الجدل بالنسبه لجماهير الكوره المصريه. خليني اسالك تحديدا عن مثلا متولي، عمر جابر، محمود علاء، مصطفى عبد الرؤوف، زيكو. رايك ايه في انضمامهم للمنتخب؟ هبدا بزيكو الاول، لان لاعب حرس حدود من الفرق اللي هي صاعده من الدوري الممتاز ب من الدوري الممتاز الف، صحيح. واكيد هو تابعه وشافه وعارف كويس قوي امكانياته، وهو والجهاز الفني. أكيد. مش عيب ان انا اختار من فرق اقل من الزمالك والاهلي، مش عيب بالعكس. لو ما لا حد كده بالعكس، يعني ده دافع مرموش، عمر كويس جدا مرموش لكل اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري المصري. بالظبط، ممتاز هو ان الكل دافع هيكون وحاسب. عنده فرصه ان هو ينضم طالما هو بيثبت نفسه وبيجتهد، فده يعني هيكون اكيد اجتهاده ده بوابته للدخول للمنتخب الوطني الاول، فاكيد طبعا دي نقطه ايجابيه. ما انا بقول لك، هو اللعيبه اللي بتختار اللي بيختارها مستر فيتوريا اكيد 1000000% وجهه نظره عليها 100%، باصص عليهم بشكل جيد. زي ما قلت لك، مش غريب. مع قبل كده مرموش اختير، ومرموش تالق بشكل كبير مع انه كان في يعني ما كانش في الحسبان اي حد. محمود متولي بالنسبه للنادي الاهلي، هو لعب ماتشات الاهلي تقريبا كلها، عنده خبرات، يعني ما فيش مشكله. بتتكلمي على حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد عامل سيزون هايل السنه اللي فاتت، صحيح، وعامل هايل. ما شاء الله مباراه هايله جدا مع نادي مباريات قويه جدا مع الزمالك الفتره اللي فاتت. هو طبعا مختار وجوه جديده طبقا لان في بعض المحترفين مش موجودين، يعني المحترفين مش موجودين، وبالتالي اختياراته بانت انها غريبه شويه للناس، مع ان دول لعيبه منتخبات قبل كده. يعني عبد الله جمعه ده كان لعيب منتخب، حسين السيد مثلا ما هو لعيب اهلي ولعيب منتخب قبل كده، مروان عطيه ما هو انضم قبل كده، محمود حماده من اللعيبه اللي احنا بنلاقي دايما هو لعيب مميز كويس صحيح صحيح. ولازم يخش المنتخب. كل اللعيبه ما عندها ما عندهاش غبار، ولكن احنا دايما نحب نفتي، احنا دايما نحب نفتي، نحب نكسر يعني نحبط الهمم، ما نسيب الراجل يشتغل. الراجل لسه يمكن اول تاني تجمع للمنتخب او تالت تجمع صحيح في دي. صحيح. يمكن كمان من ضمن التصريحات روي بقى يعني فيتوريا يا كابتن طارق اتكلم عن تقليل معدل الاعمار في اختياراته، شفت ده ازاي؟
ده الطبيعي، ده الطبيعي حضرتك. بس لا غنى عن ان هو يختار بعض العناصر الخبره دي، ماتشات المفروض يبقى فيها خبره مع الشباب، الشباب مهم جدا جدا، والنزول بالاعمار ده حاجه محترمه وحاجه مهمه جدا، لكن في نفس الوقت لازم لا غنى عن الخبرات اللي هو شايف من وجهه نظر ان هم يقدروا يساعدوه. صحيح. في الماتشات اللي جايه سواء الوديه او الرسميه فيما بعد. صحيح. اتمنى ان احنا نهدى عن الناس وده منتخب بلدنا. اكيد يعني مش اكيد. عايزين دايما الراجل برضه لما كوبر اعترضنا على اختياراته، مش عارف مين اعترضنا على اختياراته. ما نسيب الناس تشتغل طالما اتحاد الكوره حط ثقته في هذا الرجل، ولابد ان احنا نبقى ندعمه ونسانده بشكل كبير هو وجهازه. مش عايزين نصدر اكيد حاجات سلبيه من دلوقتي لسه مش أكيد. الراجل على حقيقته. خليني برضو اسال حضرتك، بما اننا بنتكلم عن تصريحات روي فيتوريا، يمكن برضو من ابرز تصريحاته لما اتسال عن كريم فؤاد فرد وقال انا يعني في الوقت اللي ما كانش كريم فؤاد بيشارك اساسي مع نادي انا كنت واثق فيه وفعلا ضميته للمنتخب او لمعسكر المنتخب، ولكن دلوقتي انا من حقي ان انا اشوف يعني لعيبه بيلعبوا في نفس مركزه عشان اشوف اختيارات كلها واضحه قدامي، لكن انا شايف ان هو لعيب كبير. شفت ده ازاي وعدم انضمام كريم كمان للمنتخب ازاي؟ قد تكون اختياراته قبل تألق كريم فؤاد، يعني هو حاطط عينه على ثلاث اربع لعيبه في المركز ده. بالتاكيد ممكن تكون اختياراته كانت قبل تألق كريم فؤاد مع النادي ده. صحيح. وبالتالي دي وجهه نظر كريمه، من الممكن ان يكون هناك لعيبه كانت في الوقت اختياراته افضل من كريم فؤاد، فهي كريم فؤاد تألق في اخر مباراه مع النادي الاهلي، وبالتالي دي ما مش عيب، بالعكس يعني كريم اكيد هو في حسبان مع الراجل، اكيد هو حط في اعتباراته الفتره القادمه لما يلعب مع النادي الاهلي بشكل مستمر، وبالتالي لو استمر على هذا الاداء اكيد هياخد 100%، لان لعيب اثبت وجوده الفتره اللي فاتت. زي ما هو قال، قال لك ان احنا عمر جابر مثلا لعب مع الزمالك اربع ماتشات او خمس مباريات، كريم فؤاد لعب مباراه واحده يعني او مباراتين، فعدد المباريات ممكن يكون هنا مع الخبره بتاعت عمرو. لو احنا قارنا عمر مثلا بنفس المكان مع كريم هتلاقي ان خبره عمر افضل واحسن ولعب ماتشات اكثر، وبالتالي دي كانت وجهه نظر الراجل، وزي ما قلنا مش ممكن صح عايزين نعلق على الاختيارات كتير، خلاص انا وإنه اختار عمر جابر خلاص، لو اختار كريم فؤاد برضه هنتندم. طيب خليني اسال حضرتك بقى عن مواجهه منتخب بلجيكا المنتخب المصنف الثاني عالميا، يمكن طبعا هتكون مواجهه كبيره جدا، وده ممكن نقول علينا ده يعني شبه يعني اختبار حقيقي للمنتخب الوطني الاول في مشواره بقى القادم، طبعا قبل بقى ده طبعا الاختبار ده بيكون سابق للتصفيات بتاعه شهر مارس القادم. هل مثلا ده اختبار ممكن نعرف فيه احنا فين بالظبط او مستوانا عامل ايه بالظبط خلال اللقاء ده؟ لا بص لا يعني احنا ما نقارنش نفسنا ببلجيكا، ما نقولش مثلا ايه ان احنا هنقيس مستوانا بمنتخب بلجيكا، لا بلجيكا حاجه واحنا حاجه ثانيه، دي بيلعب في مستويات مختلفه عننا، فما لكن برضو اقول لك ان احنا من الممكن ان احنا نقف على مستوانا صحيح احنا مش هنلعب فئه اوروبيه، يعني كنت اتمنى ان احنا نقابل مثلا منتخب الكاميرون، منتخب السنغال، منتخب افريقيا، انت هتلعب افارقه. مفيش مشكله ان احنا نقابل منتخبات اوروبيه، بس الكلام ده لو انت هتشتركي بكاس العالم. لو احنا رايحين كاس العالم صحيح. من الممكن انت تحطي مثلا بلجيكا تاخدي ارجنتين، زي ما السعوديه هتلعب مع الارجنتين مثلا في الافتتاح اعتقد، مش كده ولا انا غلطان؟ فانت بالظبط صحيح. بالتالي فبتلاقي لازم تختاري منتخبات احنا هنلعبها. اكيد. مفيش مانع ان احنا نلعب منتخبات اوروبيه، لكن في توقيتات تناسب الحدث، بمعنى ايه؟ ان انا النهارده هخش بكاس العالم هلعب اولمبياد مثلا، فبالتالي منتخب بلجيكا اوكي، هو بلجيكا اعتقد انا مش فاكر طبعا جميع المجموعات، بس ممكن يكون عنده منتخب افريقي في المجموعه بتاعته. ممكن. فهو فبالتالي فممكن هيلاعب منتخب مصر قريب وافضل المنتخبات الافريقيه. معاها المغرب. بالظبط. صحيح. هو لسه مصر منتخب من شمال افريقيا، فيمكن عشان كده هم قرروا ان هم يواجهوا مصر. طيب. فهم اللي هيستفيدوا من الماتش اكتر منك. فاهماني؟ لكن عموما انا وانه اختار بلجيكا خلاص احنا نجرب مفيش مشكله خالص، دي وجهه نظري. لكن صحيح. لكن ارجع وكلامك اقول لك وجهه نظر المدرب هي الاصح هي الافضل،
ونتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن طارق يحيى، اكيد بشكرك جدا على وجودك معانا، وسلم لنا على البنوته الجميله اللي كانت معانا في المداخله دي، سلم لي عليها جدا جدا جدا. عامله هلا حبيبتي ليلى، عامله هلا. ربنا يخليها لك يا كابتن طارق، بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى وقت حضرتك ونرجع